النهاردة ندى عزمت كرو نفسنا كله على محشي. أنا مش عارف هيخشوا الحلقة إزاي بعد المحشي ده. مدارة مدارة فين؟ رؤينا لا بجد بجد. وفين عمرو؟ فين عمرو أبو خطوة؟ يلا الورق العنب والزبادي. يلا هشام ويبي البتنجان يا لطيفة. أنا لا بس استكبري. هتكون حلوة البطاطس. دي مستوية علشان القطة مرقعة لكم. هتلاقيها كرسي بليز يا لطيفة. يا جماعة بضطر عشان ما تجيش بعد ما الأكل يتفرفش. الأكل حلو قوي يا روح. طب اشكر فكري. أنا جايبة بطل البرتقال ولا حاجة. سكينك يا رجل. يا بضطر. الأكل تحفة. مشاهدات مساء الفل على كل جمهور نفسنا. مساء الشوكولاتة بالبندق. طبعا هتسألوني ليه شوكولاتة بالبندق؟ لان لسه ضربة بار شوكولاتة بالبندق يعني قد كفي كده بس كدابة. خلاص على فكرة البار كان قد كده وكلنا اكلنا نفس البار عشان الاعداد جاب لنا شوكولاتة النهاردة فمزبطين بالله صراحة. عليك الكف ده قد الكف ده لا. ده كف رقيق وصغنن. ما ده كف القمر. مساء الشوكولاتة بالبندق علشان الشوكولاتة دي بتدي مصدر للسعادة وعلشان السعادة حاجة احنا بنحسها واحنا بنعمل لكم الحلقة وبنتمنى يا رب وبندعي ان تبقوا انتوا كمان سعيدين وانتوا سعداء. شفتي ما تتكلمي انت بهدلتي اخلاقنا خالص. عارفه شكلي وحش قبل النظره نون ستوب ده. لا انا النهارده قبل النظره بالفورمه دي والجاكيت ده والحلق ده انا قبل والكروهات دي. لا انت مفتشه من وزاره التربيه والتعليم. يبقى انا المفتشه على قبل اللغه العربيه قدامي على الفصل. يلا يا ناس. مساء الشوكولاته وعايز ارحب بجمهور الحلقه اللي منورنا النهارده وعايز ارحب بزميلاتي اللزلوزات المنورين لطيفه وبداره وهيدي. ايه عايشه في جو مع نفسها خالص في طرفها. ما تروحي المينا. موضوع حلقتنا النهارده اي كلام والسلام اهو. خلاص اتفقنا. خلينا بس خليكم معايا ركزوا ونركز مع بعضينا كده عشان نبدا حلقه طهره بالسرعه دي. اي كلام والسلام. وبجد ده موضوع حلقتنا النهارده هو كده اي كلام والسلام. طبعا كلكم عايزين تعرفوا يعني ايه اي كلام والسلام والفضول مبهدلكم زي ما كان مبهدلني وانا بقرا الحلقه زيكم. ليه بهدلك؟ ايه؟ ما هو يعني ايه؟ يعني ايه بقرا؟ ويعني ايه بتبهدل؟ ما ينفعش اقول بقرا عشان حضرتك مش هتسكتي. لا 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 انا لا 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 صح. ايه بهدله؟ ايه بهدله؟ ليه ليه؟ عندكم شغف انكم تخافوا. انت مسره. عارفه بدرية عامله زي عارفه العروسه اللي هي بتحركيها. عندنا شغف وبقدونس. نبقى أختي حزمة الله يخليك. والله يا بنتي لو كنت كملت في التدريس كان زماني بالمنظر ده. النظرة الحمد لله قدر ولطف. كملي يا نجم. قصدها ايه؟ اي كلام والسلام. اي كلام اي كلام والسلام. جت الجملة دي جت من انه في جمل كتير قوي في حياتنا بنمارسها وبنقولها كل يوم ملاش اي لازمة في الحياة وملاش اي معنى وملاش اي مدلول وملاش اي حاجة ملاش لازمة اساسا. احنا بنقولها واحنا مش فاهمينها وبنتوارثها جيل بعد جيل وبقت في لساننا لا اراديا ممكن انا اكون بقولها بس هي اصلا ليها معنى. ايه رايكم في الكلام ده؟ ايوه احنا عندنا مش كلمات كله معنى. كلمات كتير مش عارفين اصلا معنى. في حاجات كتير ليها معنى. لا معظم في كلام بيتقال ملوش معنى. اي كلام فعلا والسلام. زي مثلا لما تبقي نازله كده في امان الله مع صديقتك وتيجي والدتك الغاليه العزيزه تعالي هنا تشرحها فين؟ سايبه البيت فوق يضرب يقلب وراحة السرمحي. البيت يضرب يقلب يعني ايه البيت يضرب يقلب؟
مش عارف يضرب مين ويقلب مين. هو لما هيضرب هيقلب بقى، فاهمه؟ مش عارفه. عارفه هو هنا اللي هو ايه يعني، مش تشبيه بتلنجر. مش بتلنجر. هو اللونجير اوفر. ايوه والله اي كلام. اي كلام الكلام والسلام اللي هي عايزه تحسسك بالمصيبه. طب ما ممكن تقول لك البيت مش مترتب، البيت عايز يتنظف، متلخبط، انما هي عايزه تحملك مسؤوليه انك يعني نزلتي وعتبتي باب البيت مع صاحبتك. فازاي لا البيت. طب ما تقولي الجمله زي ما انت قلتيها كده. لا ازاي بقى، ما كانتش تبقى مامتي ومامتك. صح صح. فهميني يعني ايه لما ام تقول لابنها اسكت احسن همسكك اكس عمك. ايه اكس عمك؟ اكس عمك يعني انا على قد ما بوظت لكن ما كسعمتش حد. يعني ايه؟ ايه يعني بدري الكلمه إيه بيطلع لك من نفسي في اللغه. يعني خلي بالك يعني هو ده فعلا عاد تدور. ويعني ايه اكس عمك ده؟ اكس عمك؟ اكس عمك. لا دي بصراحه لا سمعتها من امي ولا من ولا انا من اي حد في الدنيا. فين سلم كاس عمك؟ يعني انا اضرب اكس عمك دي يعني اضربك ضرب اكسحك. اكسحك يعني؟ انت قلتي لا اكس عمك. انا مش معاها ده وعاملين عليها ريسيرش. قلت لهم يعني ايه يعني؟ يعني ايه اكس عمك؟ وبعد كده الست مش لاقيه حاجه تقولها خالص، تمسكه تشده من ودنه. عيب كده يا شاطر، ما تعملش كده يا حبيبي، همسكك اضربك القعقع. القعقع؟ القعقع. لكن ان هي تقول له اسكت احسن امسكك اكس عمك، ايه ده؟ وانت مش قد كاس عمتي، خلي بقى انا عليا كسعومه. شوفي انت بتعمليها بتفعصيها. ايوه نعم. عليها. انا بحب افعص قوي. بتصرفيها. ليه ما تخليها قاعده ما تصرفش؟ يعني في مثلا جمله كده دايما بنقولها واحنا في العزايم، ولما بيبقى الاكل حلو قوي والاكل كتير وطعمه حلو وكده، فيقول لك ايه؟ اما احنا اتعزمنا حته عزومه اكلنا فيها المشمر والمحمر. انا بقى عايزه اشوفهم الاثنين. المحمر مفهوم، اكلنا فيها المحمر، الفراخ المحمره، البط المحمر، كله محتفظ بيه. لكن بالنسبه للمشمر لا، تسيبي لي بقى انا الشرح ده. اتفضلي. ما هو المشمر؟ المشمر لا سيبك بقى من تشميره الملكه. لا اركني التشميره دي على جنب. ما يفرحش يعني. لا بس بقى بس بقى بس بقى بشغلها معاها بس بقى. هدوس على الزرار هترفع الشعار وهي قاعده. كفايه. بص صحه صحه عادي عادي. هو العرنبيط. مش عايزه اشرح لك المشمر. اتفضلي يا هاني. ايوه. الديك الرومي بيبقى ايه؟ بريشه المهم ان احنا بنشمره، بنسلخ منه كل حاجه بيبقى اتشمر. هو بيبقى اسمه المشمر؟ بصي انا ده شرحي. ده اجتهادك والله صدقتها. لا ده تخيلي بجد. المشمر والمحمر يعني شمرناه وحمرناه. تخصص تبويظ اللغه العربيه. تخصص. خدي مني وارمي بقى في الصفيح. لا طب ليه ما تقوليش ان احنا اكلنا المشمر الحاجه اللي عليها شمر؟ لا لا بصي هخش بقى في الشمر. او انت بتاكلي شمرتي او الفراخ الشمرت. تخيليها شمر. شمرناه وحمرناه يعني قطفنا ريشه وحمرناه. ليه ما قلناش الملتف والمحمر؟ الملتف. شفتي اي كلام والسلام، وانا لو شرحت هيصدقوني. طيب طيب هشمر وحمر. هتشمرك خلي بالك. دي عليها اي كلام. نطلع نشوف التقرير، نطلع نشوف المشمر ونيجي نحمر. سجي شلالي سمسوم كراويا سنتون افانوس زمريكا بلابل. اي كلام؟ الكلام على ايه بقى؟ الكلام على ايه؟ ايوه في كلام بتفهميه ولا ما في كلام ما بتفهميهوش دلوقتي في الايام دي؟ هو في كلام احنا بنقوله بنبقى قاصدين بيه حاجه بس هو ما بيبقاش مفهوم. زي ايه مثلا؟ مالكش فيه. الله الله الله. بره عنك يا اخوانا. انتوا جايين تحاربونا بقى ولا ايه؟ انتش هترمسي هبلح معاك.
عفتي تيجي تتكلم معايا وبعدين ما يعجبهاش كلامي تقولي فاكس. فاكس فعلا بقولها كتير. فاكس فاكس بقولها فاكسي والجو ده برضو بتستغرب يعني. كبري كبري. هنكبر ايه ولا ايه؟ فكك مني مثلا. فشخ. بحبك فشخ. قشطه بتتقال مفيش مشكله. يعني انت كده واصله لقمه صياعتك لما قلت قشطه. عايزه اقوم اصحى الصبح اقول لماما صباحه وتقولي في ايه؟ صباحه. ايوه تفتح على الصبح الام. لا هي قايل في الزيت. اندر. ممكن اكور في اي حته عادي. السلام عليكم انا جاي اكور. حرك شفايفك بقى عشان مش شايفك. ده الشغل بقى ردح بقى. على وضعك. هرتك. قلت لك هرتك؟ شتيمه ولا ايه؟ مغفل. انت مطنوخ. انت هتروح بقى انت ومامتك مركز التخاطب والسمع والكلام. من باب وتلت وعلى بوره. من باب وتلت كده وعلى بوره. انا عايزه اجيب ميك اب. بالظبط. اي هري. مفيش امبالي في الشكمان ورا والحاجات دي. ممكن دي كلام رجاله اكتر يعني شباب اكتر يعني. والله يا بنتي ما بقتش فرقه رجاله والبنات. بجد؟ انا حاسه بكده برضه. كلنا مش فاهمين حاجه اصلا يعني. خلاص الشعر. بقى في مهلبيه في الموضوع. خالص. الشباب بيقولوا حاجات بتتقال دلوقتي زي اللغه بتاعتهم هم الجديده اللي مطلعينها بكره برضو يتوارثوها. صح صح. وبرضو ملهاش معنى. فاكس دي ايه؟ فاكس تبقى زمن جميل. فاكر ايه ما كنا بنقول فاكس؟ انا مش فاكس حاجه. صدق انا مش فاكسها والله ما حضرتهاش. بس انا فاكساكي. طيب يا بدر تيجوا نطلع نشوف السؤال ونرجع تاني. اوعوا تروحوا في اي حته. افتكسي لنا جملة جديدة تعبري بيها عن الزحمة اللي احنا فيها دي. جملة جديدة من خيالك انتي تعبري بيها عن الزحمة صح؟ اللي احنا عايشين فيها. ما عنديش. افتكس. الدنيا زحمة. فات. فات. لا يعني كلمة في حد ذاتها. ما تعرفيش الفات؟ الدنيا زحمة فات. او الدنيا زحمة بس مش انا مش اختراعي بس موجود يعني. زحمة فات ممكن يبقى زحمة ايه؟ ايه تاني ممكن زي بمعنى جدا كده؟ بدارة. ومالها جدا؟ ثانية واحدة. لا ادمت بقى. انا عايزة اشوف المعجم الجديد الحديث يدينا حتة كده. بناء على طلب الجمهور جدا برضو يا دي ممكن تبقى ايه؟ دنيا زحمة ايه؟ احي عليك. او الدنيا مطرطشة ناس. حلوة دي. الدنيا مطرطشة او الناس فوق بعضها. او الدنيا لا لما بيبقى في حاجه كده فعلا بنقول هي الدنيا بتشتي ناس. بتشتي ناس. هي الدنيا بتشتي ناس. ما كلمه الزحمه راحت فين؟ يمكن راحت مشوار. كانت بقى ما الدنيا زحمه. الدنيا زحمه راحت مشوار واتزنقت في الزحمه. والله بنقول الدنيا بتشتي ناس او الدنيا ايه زحمه كخ. مزربطه ناس حاجه كده يعني. مزاروطه. بس خليها بتشتي ناس. هي حلوه بتشتي ناس. طب يا جماعه نطلع فاصل ونرجع نكمل مع الكلام لاي كلام. نشوفكم بعد الفاصل. مش مهم اكش التاي ولا عامل ورايا عيل ولا ورايا تاي. طب ممكن اسيبكم وقايل. انا هخلي الدبان الازرق ما يعرفلوش طريق. جره جره. لا هي جره. لا هي جره. لا جره. حد يشوفنا حد يجرها من هنا. مش ممكن مش ممكن. هي جرة. ورجعنا ولسه مكملين مع الكلام الغريب اللي احنا بنقوله يعني. طيب الواحد لما بيكون قرفان من حاجة مثلا في شغله في حياته الشخصية ايا كان والحاجة دي مضايقاه جدا وبياخد عايز ياخد فيها القرار ومن الاخر كده بيبقى رميها بيعها يعني لو لا بيعها دي في حد ذاتها يعني بيعها يعني بيع القضيه مثلا. اوكي بصي بتلاقيه بيقول كده جمله عجيبه يقول لك ياكش تولع. انا يعني مش مهم ياكش تولع انا لا ورايا عيل ولا ورايا تايل. طب العيل تمام مش مخلف التايل ده ايه صاحبه مثلا ما ينفعش معاه؟ لا ده توأم العيل. فمين تايل؟ احنا محتاجين نتعرف على تايل ما يمكن يطلع شخص لطيف ونتعامل معاه في المجتمع على انه شخص زي عيل بالظبط. او العيل اسمه تايل. صدقي تايل حسن يعني. يعني ما او يمكن العيل يطلع مش تايل او التايل يطلع مش عيل. او ممكن العيل كويس. شيء والتايل شيء تاني يعني منفصلين. طب ممكن اسيبكم وقايل؟ يمكن جايه من كلمه تايل. ولا كاني قلت حاجه والناس بتضحك. ليه؟ هي مش سامعاني على الترابيزه. انا لبس النهارده لا كلاس خالص. هنقف على من انت مش عارفه انت فصلتيني بقى. فكري مين اللي عنده النقطه. واحنا صغيرين بقى كانت برضو
يقولوا لنا ايه؟ اختفي رجلك هاتي كذا. طب واختف رجلي ليه؟ عايزين اطلع خطافه. خطافه؟ يعني بدل ما اطلع خطافه رجاله. لا خطافه رجوله؟ الرجاله اخطف رجلي؟ واختف رجلي ليه؟ ما هي بتاعتي. اخطفها ليه؟ ما هي لو اخطفها احطها في شوالوه ازاي؟ يعني انا عايزه بقى اجيب المراحيم احطهم قدامي كده واسالهم يعني ايه كنت بتقولي اختفي رجلي؟ تشتغليني؟ وخذي بقى فيلك وانت ماشيه. طب ده تقيل. هي هيهون عليها اشيل باب على كتفي وامشي؟ انا شايله كتير، اشيل باب ليه؟ واخده واروح بيه فين؟ اوديه لمين؟ واخده ليه؟ وانتوا تقعدوا من غير باب يا مفضوحين؟ جامي جامي. طب العبي باليه. بالسواري. خشي خشي معاها، خشي ما اسمع الكلام. لا انت لا هي ما تنزلقش. ما فيش غير منا. ثانيه واحده بقى، ثانيه واحده. لا ادي رياكشن ده هنا لو جدعه. انت بصي خليكي في ال في اللي انت فيه. خليكي في على فكره انت لسه لابسه ده جايبه منه 3 بجنيه. خليكي زي انت زي. هجيب لك كريم شانتيه. شانتيه بدريه. بدريه ده اتشرحت مني جامد. احنا بقينا بفا واحده كده تمام يا فانسي. بدريه انت وجهي بشويه ايه؟ امشي معرفش ايه. لا مش امشي مش. الحلقه دي بتبقى الثالثه دي بتبقى ضايعه. انت من بدريه بقيتي بدريه. بدريه. وهي من ندى بقت ندى، وانا من ايدي بقيت ايدي. احنا ثلاثه غيرنا يا جماعه. احنا عايشين مع واحد طبيعي جدا يا جماعه. واحد عصبي يكونوا جابوا ناس غيرنا. اصل عندي اقساط مش احنا عايشين فين؟ انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه؟ ان مش هتغني مخارج الفاظي غير مخارج الفاظي. انت عندك مخارج؟ انا ما عنديش لا مخارج ولا مخارج. ده انت تخصص تبليز لغه. انت تخصص مخارج. لطيفه قاعده حاسه ان احنا يعني كلنا غلط، كلنا ما بنفهمش. هي الصح، هي اللي بتفهم، هي حقها. احنا قفشنا لطيفه في اول السيزون خالص عشان هي الاكسنت بتاعها كان فرنساوي عربي كده، فقعدنا قفشنا عليها بقى، فعيني راحت ذاكرت وبقت قاعده لنا بالمرصاد. لا يا الاخت لطيفه جايه هنا عشان تحسن لنا اللغه وتعلمنا الاتيكيت وتعلمنا يعني اللباقه واللياقه في الكلام والحديث والكده. كفاية اللخبطة اللي في كل لغات العالم. ربنا يكرمني يعني ان انا اضيف نقطة في بحر ببقى مبسوط. المهم في بقى لما اتنين يبقوا قاعدين في خناقة ولا واحد بيقول انا حوريه وانا هعمل فيه وانا بيقول ايه؟ تهديد يعني. انا هخلي الدبان الازرق ما يعرفلوش طريق جرة. اوكي؟ طيب تركيبة بقى غريبة، تعالوا نحل الجملة كده. هي جملة مفهومة يعني مش مشهش في ركبك مثلا، جملة مفهومة. هخلي الدبان الأزرق ما يعرفلوش طريق. الدبان الأزرق ده معروف إنه الدبان اللي بيعيش على الجثث، بيتغذى من الحاجات الميتة، بيبقى لونه مزرق كده، ودايما دايما بيبقى موجود في التراب. تمام؟ أول مرة أعرف. فهمنا إن هو هيدفنه بالحياة يعني. ماشي تمام. ما يعرفلوش طريق جرة. يعني إيه؟ يعني حتى الدبان مش هيعرف طريقه، يعني أنا مش هدفنه في التراب. طيب ما يعرفلوش طريق جرة. الجرة دي في اللغة العربية يعني الإناء اللي بيبقى فيه مية. لا طريق جرة اللي هو يجره من مكانه. لا لا انت يا بدرية. يا بدرية انت بتتكلمي جد، الناس هتصدقك. خديها مني. احنا عارفين ان ياما قال لي هخلي الدبان الاخضر ما يعرفوش طريق جرة. لا جرة مش جرة. جرة. لا جرة. جرة؟ لا هي جرة. لا هي جرة. لا جرة. حد يشوف هنا حد يجرها من هنا؟ مش ممكن مش ممكن. هي جرة. هو انتوا اتنين جراير يعني مش معانين تتعاملوا مع بعض؟ يا خرابي يا خرابي. ايه الافيهات؟ يا خرابي والنبي دي سقفوا لها والنعمة الشريفة. البت دمها زي العافة. ليه؟ ليه ده احنا بنربي الناشئ هنا؟ ليه كده تخسرينا ولاعب؟ ده احنا شارينها بثلاثة جنيه. ممكن نروح وحشتني لعلاء اللي يا رب ما نعرف له طريق جرة. جرة مش جرة بقى. جرة. اهلا وسهلا بكم وحلقتنا النهارده معانا يوكا.
ليه يوكا في نفسك بقى؟ يعني برضو محتاجين نفهم احنا ليه يوكا؟ مش عارفه هو صحابي قالوا لي كده. موضوعنا قريب اللي احنا بنقول فيه. في كلام كتير قوي بنسمعه في حياتنا وما نعرفش معناه، او بنقوله عادي احنا برضو نقوله وما نعرفش معناه. مثلا كلمه عصافير بطني بتصوصو، لو ركزنا في المعنى فيها حاجه اسمها عصافير بطني بتصوصو؟ لا، هو ممكن عشان في صوت بيعمل في المعده اللي هو كده اه بتقطع كده. قال لك في عصافير وبتصوصو كمان. جعان مثلا. جعان ممكن تقول جعان. بس عارفين معناها دي. لكن عصافير بطني بتصوصو يعني ايه؟ والله ما اعرف. وما تعرفش بس بتسمع من زمان بتتقال. مش عارفين معناها خالص. عارفه يعني ايه بتجبي عليا؟ الكلمه دي بسمعها لما مثلا ادي لحد فلوس او حاجه فيقول لي انت بتجبي عليا. صح، يعني ايه بقى جبي؟ ما مش عارفه. ما حدش عارف. ما فيش خالص. ما بتعرفيش. بتجبي عليا يعني باش عليها. ايوه يعني انت يعني ايه جبي؟ دي مصطلحات مصريه من زمان. صح؟ بس معناها بتفهمه لما بفهمه. مش اتعودت على الكلام ده خلاص. انا بقول مفخده في البيت. بتقولي صح؟ بتقولي مفخد. يعني ايه مفخده بقى؟ يعني قاعده كده. يعني هو في الفخاد كده. انكش دي يعني حاجه بسرعه. ليه خطف. اخطف. طب انكش. انكش لو مثلا حد قاعد ساكت وتروح قايل له كلمه تضايقه او اي حاجه، اللي هو انا بنكشك يعني بهزر معاك. بفكك يعني. هي كده. اخويا الصغير بيقعد يقول لي ارزع. يقول لي ارزع. اخوك الصغير بيقول لك ارزع. امال لما يكبر هيعمل ايه؟ هيرزعني. انت نورتينا. ميرسي، ربنا يخليك. ثانية واحدة يا جماعة، أنا عندي اجتماع مغلق دلوقتي. بشوف في المعجم بشوف في المعجم معاني الكوارث اللغوية اللي بنقولها كل يوم لمغزبة. ده بس معجم انجليزي. انت نزلتي بالترجمة اوريدي؟ لا، انت ماسكة الكتاب غلط اصلا. اعدلي يا مو. انت عندك حول يا روحي. يلا عشان هو راكور فيكمل بينا الموضوع. يعني ايه اجبي؟ كانت في بنت بتقول اجبي. يا جب يعني جاي من جببان. من اللغه العربيه. جببان النفس. ده غير الجبانه. جبانه. ايه الجبانه؟ الجبانه. لا، الجبانه اللي هي المدفن. مدفن. انا ما اعرفش. انا فاكره، انا افتكرتها مصنع الجبنه مثلا. هذه لغه عربيه الجبانه. طب احنا عندنا في اسكندريه اسمه العمود. لا، المدفن. لا والله. لا اله الا الله. لا اله وحده. نطلع فاصل. الفاصل عندي. والله لو انت بتطلعها قولي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. طيب تعالى على ما تحفظ الشهاده. نطلع فاصل ونرجع تاني. تروحي في اي معجم عندك ممكن تلاقي في الشهاده. ممثل شاب جيناته فنيه ومن عيله فنيه كبيره قوي. انت اكتر حد تقريبا في عيله ملك الترس وشبهه. ايه الدور اللي جده عمله وانت نفسك تعمله؟ ابتديت ازاي بقى؟ احكي لنا.